نكمل مع بعض الاكسبورت كده هارمونسن ريكوايرز. ده المتر عادي خالص اظن زي ما احنا شايفين، مش محتاجين نتكلم عليه. انا عايز اعمل شكل ظريف شويه، فهاخد المتر وهروح اعمل له بوزيشن وانا ماسك شيفت، وزي ما اتفقنا ان الجديد هيطلع او هي اوفر رايت القديم. انا عايز اعمل حاجه مثلا بالمنظر ده. لو احنا مثلا رحنا عند الموديفايرز ورحنا على كنترول موديفايرز وقلت له كيل بارتكلز، هنا لو قلت له اوت باوند جينا عملنا كده يبقى مجرد ما هيخرج البارتكلز هتروح. فانا كل اللي انا هعمله ان انا هاخد الباوندنج واعمله كده بحيث البارتكلز ما تخرجش بره اللي انا عايزه، او هروح على اكس بارتكلز واقول له inside bounds يبقى رفعته outside. بس كده الدنيا تمام وهنلاقي البارتكلز بالشكل. خلصنا من ده. طبعا الشيب براحتك، عايزه بوكس عايزه سفير زي ما انت عايز. انا في الحاله بتاعتي دي هختار بوكس. هنيجي بعد كده للمودفايرز تاني وهروح احط تكنولز مونتاج. لو جينا نبص هنلاقي بارتكلز بالمنظر اللي احنا شايفينه كده. بس انا عايز اعمل حاجه اورجانيك عن كده شويه. في التربولنس انا ممكن بدل ستاندرد اختار كيرل. كيرل يعني بيخليها استاتيك شويه دي. بس انا مش عايز اوصل للافكت، انا عايز اوصله بس عن طريق حاجه تانيه. لو رحت الكيرل وخليتها ويفي تربولنس شكلها كده ازرق، ممكن نزود الاكتيفز او الديتيلز بتاعتها شويه. لو جينا بعد كده انت عايز تقفل الافكت ده او تهدي الانتشار بتاع البارتكلز تربولنس، مش عارف انا عايز اخد شكل كويس وخلاص. تمام، خلينا على التربولنس، خلينا على الستاندرد، اعتقد شكل اظرف. بعد كده هروح لموديفايرز تاني واروح لين دراج موديفاير. افكت دراج بيعمل زي تاخير للموديفاير زي ما انت شايف، هو لم البارتكلز شويه. لو انت زودت الفورس مالتيبلاير وقدرنا نشوف هنلاقيهم ملمومين قوي عن الاول، لكن انا عايز اعمل حاجه مور افيشنت عن كده شويه. فهروح للدنسيتي بدل ما هي اير او كثافه الهواء، ممكن تقول له ميركوري، ممكن تقول له هيفي ووتر، سي ووتر، مش عارف ايه، اختار اللي انت عايزه. انا اقول له مثلا سي ووتر ونشوف المنظر. لو احنا رجعنا بالفورس مالتيبلاير لورا شويه هديله مساحه ان هو يتنفس بالمنظر ده. كده بقى في كثافه للبارتكلز، حاجه بالمنظر ده. ممكن تغير بدل سي ووتر ممكن تقول ووتر ميه عاديه. الدراج كوفيسنت ده بيبقى فيزيكال دراج، انت نقي الموتور سايكل اند بايك هيومن زي الكتله القصوريه او حاجه زي كده، بايس كلام رايدر بايس كي كيو مش عارف ايه. انت اختار اللي انت عايزه. انا اختار حاجه زي الفايتر كرافت، هنتكلم عليها بالتفصيل. بس في حاله زي دي هزود شويه النفوس زي ما انت شايف الدنسيتي فاليو الكثافه بالمنظر ده. لو انا رفعت ده كده هلاقيها هديت قوي بالشكل ده. اذا دي بتتناسب تناسب عكسي مع الكوفي فاليو. لو زودنا دي خالص هلاقيها بالشكل ده. فانت براحتك. عموما انا مش عايز ازود في الحكايه دي كتير. انا هختار موتور سايكل اند رايدر وهقلل الفورس مالتي بلاير وهسيبها بالمنظر اللي احنا
شايفينه كده، ممكن اقللها شويه عن كده كمان بحيث ترفع لفوق، وهسيبها بالشكل. بعد كده انا عايز البارتكلز دي تبقى عباره عن، اروح للتربولنس حاصل الاول و وعايز البارتكلز دي عباره عن جيومتريز او عباره عن شيبس. ممكن ببساطه اقوم جاي رايح هنا واروح على، بلاش تكست عشان ناخدها خطوه واحده، اروح على مو تكست اللي هي الموجراف تكست، واسمي دي مثلا جي اف اس اكاديمي، ناهيك عن نوع الفونت او خلينا ناخد فونت كويس وليكن التايبوجرافي بلوس. مستني لما يطلع، فاكر ان انا هلاقيه قدامي اهو الفونت ده، مش هزود حاجة عن كده، لكن الهايت هخليها مثلا 50، عايز حاجة صغيرة، واللبس هخليه مثلا 10، حاجة صغيرة أوي بس. بعد كده هقوم جاي رايح ليجي على طول، اقوم جاي ضاغط سي. مجرد ما بضغط سي هي بتتقلب او بتتقفل، يعني بتبقى كذا اوبجكت مع بعض. ايه اللي انا هستفيده منها؟ هستفيد كتير. اولا هروح لجنريتور، ومن جنريتور هقول له حط جنريتور. الجنريتور عشان يعمل جنريت لحاجه محتاج اميتر، فكل الحكايه هاخد له هنا الاميتر بالمنظر ده. تمام تمام بعد كده هروح ل الميتر، هروح ل اوبجكتس، بلاش الميتر، هروح ل اسف ل الجنريتور. عشان ياخد الاوبجكتس دي خد كل دول وكل الحكايه، بس انك انت هتسحبهم للجنريتور. طيب وجينا رجعنا ريوايند، وجينا عملنا بلاي، هلاقيهم بالمنظر اللي احنا شايفينه. طبعا الموضوع ايه، هروح لجنريتور. في جنريتور في الكلون تايب هو اشتغل على تريت كلونز، لكن لو قلت له كرييت ريندر انستنسز هتحصل مشكله، بس هي مشكله عبيطه، هيظهر دول تاني بس. كل حكايه نلاقي الدنيا بقت اسرع من الاول واحسن من الاول. المشكله دي امرها سهل، خد دول في الاوبجكتات خلي بالك واسحبهم بس بعيد. واحد يقول لي طب ما ينفعش نخفيهم، لو خفيتهم مش هيظهروا، بس ممكن، مش عارف. انا عايز اجرب التاج ده اللي هو الكومبوزنج تاج، واقول له سين باي كاميرا، واعتقد كده احسن كتير قوي، بس مش عارف البارتكلز ظروفهم ايه. كده هيبقى احسن كتير قوي 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 من اننا من اننا نرتاحهم تاني. انا هعمل زيرو زيرو بحيث يرجعوا زي ما هم مره تانيه، ولو عملنا كده هنلاقيهم بالشكل ده. لو جينا عملنا ريندر، انا اعتقد انا شغال تمام. لو جينا عملنا ريندر يبقى الحل بتاعها اللي احنا قلناه، نبعدهم عن الكاميرا، يبقى كده تمام. هنروح للمتر، ومن المتر هنروح لإيميجن. في البيرس ريت هقول له مثلا 200، بكده تبقى البارتكلز بتاعتي خفيفه شوي. هروح لهقفل ده واروح للدراج واخلي دي مثلا ب10. بالمنظر طبعا عايز اعمل سبينج، عايز اعمل روتيشن، مش عايزها بالشكل اللي انا شايفه ده، بس عايز الدنيا تبقى اقل. هقول له 50 وكده الدنيا احسن. غير كده كمان عاوز اروح لفين يا احمد؟ هروح لامتر، في الميجن، في
في السبيد. خلي فيه فاريشن ب100 في السبيد وهنسيب دول بالمنظر اللي احنا شايفينه. هروح على كده اكستند الداتا. انا قلت عايز اعمل روتيشن، هقول له يوز روتيشن. ممكن اعمل روتيشن مثلا يكون 30 في 45 25 حاجه كده مثلا. هو عايز كمان سبيننج. السبين هخليه مثلا 5 5 5 تمام. هخلي كل الفاريشنز ب5. هنلاقيها بالمنظر اللي احنا شايفينه. هنا 2 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
أقول مثلا 10 10 10، متهيألي كده بقت تمام. مش محتاج، أنا مش محتاج هنا حاجة تاني، بس أنا هرجع تاني للجنريتور ونخلي بالنا من حاجة اسمها يوز مالتيبل تشايلد أوبجكتس سيكونتر، مش عارف إيه كل الكلام ده مفيش فيه مشاكل. الكلون تايب زي ما قلنا، ريندر انستنسز، البرومود مش محتاج فيه حاجة. السكيل والروتيشن والاوفست دول مهمين قوي. في السكيل ممكن اقول يوزنج بارتكل كولرز بارتكل سكيل، وده معتمد على السكيل اللي انت عامله من الاميتر. في الحاله دي واحد واحد واحد، او لو رجعنا باك بدل البارتكل سكيل ممكن اقول البارتكل ريديوس. تمام، في البارتكل ريديوس لو احنا رحنا للاميتر، الاميتر ورحنا هنا هنلاقي البارتكل ريديوس بواحد، لو خلينا مثلا 20 فهو هياخد البارتكل ريديوس. راحت فين؟ راحت فين؟ راحت فين؟ راحت فين؟ ايوه هي هنا خلي دي صفر، وهنروح تاني للجنريتور سكيل هنا بارتكل سكيل بارتكل ريديوس. طب ليه؟ لو رجعنا للمتر وعملنا ريديوس واحد في حاجة أنا مش فاهمها. طب الأحسن من ده كله هروح لموديفايرز واروح لكنترول موديفاير وهحط او جنريت موديفاير واحط السكيل في الموشن. لا خلينا زي ما احنا في جنريت واحط السكيل موديفاير. تمام، السكيل موديفاير احسن احسن من ده كله. في هنا البارتكل سكيل والبارتكل البارتكل ريديوس، اعتقد هنا لو غيرنا البارتكل ريديوس هيبقى احسن من تغيير ومن من الاميتر. جينا عملنا كده وعملنا كده بالظبط. السكيل اوبريتور احسن كتير قوي من الريس. كلام بتكون راديوس ليميت شلنا دراج، هو دراج اللي عامل هو دراج اللي عامل اللي كان عامل المشكلة دي، هو دراج
طب لو رجعنا للإيميتر ورحنا للموديفايرز، لو خدنا الدراج تحت خالص ورحنا خليناها سفير، خلينا دي واحد، انا متهيألي كده الدنيا بقت تمام. هو الدراج اللي كان بزيادة شوية. الدنسيتي هنخليها اير، فاحنا عرفنا دول، فانت براحتك هنخلي الدنسيتي اير، وهنا ممكن نرفع لخمسة، ممكن نخلي مثلا متر صفر اند ايفر. كده اشتغل الريديوس. هرجع هنا تاني، احنا شغالين على البارتكل ريديوس، ممكن اشتغل على السكيل بتاع الاوبجكت نفسه، سيت سكيل زي ما انت عايز. نفس القصه في الروتيشن، هنا روتيشن يوزنج بارتكل روتيشن اللي احنا مستخدمينه في الاكستندد داتا، ممكن اقول له سيت روتيشن زي ما انا عايز، لكن في بارتكل ريديوس انا هسيبها على بارتكل ريديوس زي ما هي، وهسيبها بالمنظر ده. هنروح لجنريتور تاني وهروح اعمل فاريشن وتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه. بقلل بس الدراج شوية لانه كتير، وكده تبقى الدنيا تمام. طبعا انت ممكن تحط على كل واحد من دول، ممكن تحط خانة، ممكن ما تعملش كل البارتكلز لو انت حابب. لو احنا شلنا ده كده تمام، كده الموضوع هيبقى اوبن. ممكن نبص من خلال دي بالشكل كده، في الدراج هنسحب الدراج لورا شوية وكده، ممكن نستفيد ان ده يكون ايدنت لشيء معين او حاجة معينة. وطبعا كل الكلام ده editable، واحنا رحنا عملنا كده ورحنا للكابس وقلت له في الكاب خلينا دي 2، خلينا دي 2، خلينا دي 2، وبرضه الستبس 2، خلي دي حتى 1، خلي دي 1 تمام. وكده خدنا سوار من البارتكلز. اعتقد كده غطينا شوية حاجات كويسة في الجنريتنج أو جنريت جيومتري فروم بارتكلز، وفي المحاضرة اللي جاية إن شاء الله.